يا هلا ويا غلا مريم، كل شي غالي وبدنا مصاري، كيف بدنا نعيش بلا مصاري؟ لو الفقر رجل لقتلته، بدنا مصاري مصاري، ولكن مين بده يصرفها؟ انت بتصرفها او هي بتصرفها؟ حبيبي ورفيق دربي، اغنى اغنياء التاريخ وافقر فقراء التاريخ، شبعته؟ نعم. 99 روز روز، 100 روز روز، 300، 400، 1000، ما حدا بيعرف. الساعة بمليون دولار، مليار دولار، استخدمونا، شبعتوا؟ اخلعني عالك لي تراني، بس يطلع من بيته الرجال شو بتعمل؟ شو مشاكل البيت ومرتي بدي اخذهم على الشغل وحطهم على الشجرة تحملنا، بس يطلع من الشغل مشاكل الشغل بدي احطهم مرتي وولادي ناطريني. تجي مرته بتحط له مي سخنه فيها ملح، او اذا شافته كتير شديد مي وفيها مزهر بترخيه او بتشده، بتطريه او بتشده، انفلاش او انكماش، بتنشفه جرعين، أو بيلبس كلسات أو بيكون حافة تحافه، وبيقعد مع مرته وولاده وأحفاده والجيران وأهله وسهلة. اليوم ما في جار للجار، ما حدا بيحاكي حدا، كلنا بهالبنايات ما في نصدق شو عم شوف بدبي، مدينة الأبراج. يا جرب العرب بسببنا سامحنا، سامحنا يا حاكم دبي ويا الحكام، انتو كلكن هون عم بيغلبنا الشيطان. قد ما في تبذير في فقر، في جوعانين، عندنا رغيفين في اثنين جوعانين. أنا السبب، هل أنا الكونية رح ضلني ردد هالترديد؟ ما تسمعوني شو عم بقول، فوتوا بالحضرة، هاي حضرة، هاي سبع مقامات، بتفوتوا إلى الأبد والمدد والصمد والسند. هيدا هو العدم، من العدم إلى العدم، من هالمقام إلى هالمقام. شو عملنا من قبيل وهابيل لليوم، من آدم وحواء لليوم؟ بعدنا من دمار إلى دمار أكبر، من حرب إلى حرب أكبر، من كذبة إلى كذبة أكبر، من مرض إلى مرض أكبر، ومنقول الله أكبر، ومنذبح قلوبنا معك وسيوفنا عليك. هيدا الدهاء بسببنا كلنا، هذا هو الغفران. سامحني سامحني سامحني، سامحوني سامحوني، الحق علي الحق علي. بس ما بدها تكون كلام، بدي فعل مش انفعال. انتبهوا، هلأ زمن الصيام والصوم والمن والسلوى، هلأ التنظيف، النظافة من الإيمان. مش ننظف بس البيت، هيدا البيت لشو هالأبراج، لشو هالقصور، لشو؟ كيف عاشوا الخلفاء؟ مين الأحياء؟ كيف عايشين؟ صرنا مثل النمل، مثل النحل. انت هون انا هون، ما في حدا بيحكي حدا، كلنا عم نركض لبرا وبنبتسم هيك، السلام عليكم السلام عليكم. مره طلعت انا وقلت بدي اقول ل 12 واحد على الطريق سبوا كل خرايا اخو الشرموطة يا منيوك، ما خليت كلمه. شكرا شكرا، كل واحد يلبس. انا بحبك وانا كثير وانا من اتباعك وبشوفك كل يوم وكل يوم. ليش ما بتطلعي على التلفزيون؟ اي متى بتطلعي على التلفزيون؟ على الجزيره عم تطلعي هيك؟ انا بحبك كثير. كله سبيتهم وشرمطتهم ومنيكتهم، ما حدا سمع شو قلت له. شكرا، ما حدا ما فيها سامع ولا فيها جامع.
فزن، هذا دوره. عامل الناس بأخلاقك. كل اللي شفته بهالمدينة، القرية، شو ما بدكم سموها، جلوبال فيليج، ما في شيء طبيعي ابدا، لا الصابون ولا المي ولا العطر ولا اللي عم بيطعموكم اياهم ولا اللي عم بيرشون. الاشكال اللي شفتها، شو بدك تقولهم؟ بدك تغيرهم لهم؟ لا يغير الله ما بقوم حتى. اهلا وسهلا فيكم عبيت الانسان، اهلا وسهلا فيكم مريمنور.com. نضلنا متواصلين على كف ايدنا، ما بدنا، ما فق في تلفزيون خلاص. اليوم الشاشات كلها 100%، وبناء خاص بأمة العرب، الشيطان عم بيحكيك، الشيطان. مشان هيك انا تركت التلفزيون، ولو ما فيني لكم شو حكيني صاحب التلفزيون والمدير العام، وهيك قلت له ما بدي اذي حدا، كلكم بقلبي. سكرت الباب، بده يعلمني شو احكي وشو البس، كيف تطلع مصاري. انتبه، انت مش مصريات وانت مش مصاري، انت نعم سيد الضمير والمصير.